Hello and welcome to this review session for second year baccalaureate students, the title of which is Let's Get Ready for the Baccalaureate Exams. أهلا ومرحبا بتلاميذ السنة الثانية باكالوريا إلى هذه الحصة للمراجعة استعدادا للاستحقاقات إن شاء الله الوطنية، وأرجو لكم إن شاء الله حظا طيبا. أول تمرين غادي يكون لنا في هذه المراجعة هو tenses review، يعني غادي يكون مراجعة التنسيز أو الأزمنة اللي شفنا سواء هذا العام أو الأعوام اللي فاتوا. بالمناسبة بعض الأشياء اللي غتكون عندنا في الامتحان الوطني ما غاتكونش فقط داكشي اللي شفناه هذا العام، وإنما أيضا بعض الأشياء نقدروا نلقاوها قرينها إما في السنة الثالثة إعدادي في الجذع المشترك أو حتى في الأولى. Okay, so let's start with tense review then. And the question normally we get is put the verbs in brackets in the correct tense. هذا هو صيغة ديال السؤال اللي كيعطيونا في الامتحان. Put the verbs in brackets or in parentheses in the correct tense. يعني ضع الأفعال بين قوسين أو بين معقوفتين في الزمن المناسب. Okay. ونفس السؤال هو ونفس الصيغة هي اللي كاينة في واحد الامتحان، هي اللي خديت منها هذه الصورة هذه. نفس الصيغة ويعود إلى سنة 2018. أوكي، بالمناسبة غادي نجاوبوا على هذا في آخر الفيديو إن شاء الله. إذا على بركة الله نبدأ بالتمرين الأول. بالمناسبة ممكن تاخذوا الصورة لهذا التمرين وتاخذوا وقت ديالكم، صوروا التمرين عاد ترجعوا للفيديو وتشوفوا التصحيح. أوكي، على بركة الله. Let's get started. So number one is Jane feed her pets before she the verb have breakfast this morning. أول شيء خصني ناخذ بعين الاعتبار باش نعرف لي tenses of these verbs، يعني لي طون ديال هاد لي فعل، هو بعض المؤشرات اللي كتساعدني على تحديد الزمن ديال الفعل، وهما ما نسمي بي keywords او كلمات مفاتيح، and also time indicators او محددات الزمن، ما نسميها بالفرنسيه لي زانديكاتور طومبورال. نشوفوا على سبيل المثال الجمله الاولى، واش فيها شي اشياء كتساعدني باش نحدد لو طون دي فيرب، لي طون دو فيرب. So number one, Jane the verb feed her pets before she have breakfast this morning. إلا لاحظتوا أول حاجة كنشوفوا أن عندنا two verbs. قبل ما نشوفوا أن فعلا عندنا two verbs، ولكن نشوفوا لي زانديكاتور كومبير اللي هي this morning، محدد الزمن هو this morning، هذا الصباح. حيت نقول هذا الصباح بمعنى دابا ربما أنا كنهضر في العشية، المساء أو في الليل، يعني كنهضر على الصباح، which is something in the past، شي حاجة اللي دازت إذا راها في الماضي. هذه أول حاجة كنحددوها. ثاني كنلقاو أن عندنا before، وإذا عقلتوا أول درس قرينا هذا العام أنه كيكون عندنا before, after, as soon as and so on، هادو كيحددوا لنا أن عندنا جوج ديال الأفعال أو two actions in the past، جوج الأحداث وقعت لنا في الماضي. شكون هما؟ The verb feed and the verb have. Feed هي أطعم، and have هي هنا كتعني تناول، to have breakfast. Okay؟ إذن جين دارت جوج أشياء هاد الصباح، شكون هما؟ شي فيد، مازال ما صرفناش الأفعال، هير pets، pets هما الحيوانات الأليفة ديالها، before she have breakfast this morning. إلا سولنا السؤال، شكون يوقع الأول في الواقع؟ واش she the verb feed her pets، واش أطعمت الحيوانات ديالها؟ أو she have breakfast، ولا تناولت الفطور؟ إلا لاحظنا عندنا هنا before كتقولنا أن هذا الفعل هو اللي وقع الأول، عاد هذا اللي وقع الثاني. أوكي، وبالتالي نقدر نقولوا Jane had fed her pets and had fed is what we call past perfect. أول درس شفناه هذا العام في الباكالوريا، و past perfect لا فورم ديالو هو had plus past participle. أوكي، and the verb feed here we have feed, fed, fed، وهذا هو الباست بارتيسيبل اللي عندنا هنايا. اوكي، اند نمبر 2 وي هاف افتر شي هاد بريكفاست ذيس مورنينغ. هذا هو اول، هذه اول جمله، وقينا في الاول عندنا هاد فيد ويتش از باست بيرفكت، اند نمبر 2 سيمبل باست
وهذا الشيء اللي قلناه في اول درس هذا العام في لا جرامير اللي هو past perfect and past perfect continuous. Okay, so this is sentence number one and let's move on to sentence number two. اللي كان عنده شي تساؤل هذا ممكن يخليه لنا في لي كومنتير ان شاء الله نحاولوا نردوا عليه بما يفيد. Okay, let's move on now to sentence number two. By the time I reached the station, the train, the verb take off. Okay, so here is example number two. So let's again see if we have any keywords. أول حاجة إذا شفنا عندنا by وقرينا هاد by جوج المرات by plus expression of time in the future and by plus expression of time in the past. هنا واش عندنا by plus expression of time in the future or the past؟ إذا لاحظنا عندنا the time we reached the station الوقت اللي وصلنا فيه المحطة. So reached here is in the past وبالتالي عندنا by plus expression of time in the past. والقاعدة أيضا كتقولنا أن الاستعمال الثاني ديال past perfect هو حيكون عندنا by plus expression of time in the past كيكون عندنا past perfect. Okay, ودائما past perfect هو had plus past participle. وبالتالي what can we say? By the time we reached the station, the train had taken off. Remember the verb to take, took, taken. Okay, take, took, taken. And here, take is a phrasal verb, take off. Take off, which means no, يعني the train is leaving the or left the station. يعني غادر المحطة. So this is example number two. Okay, now let's move on to example number three. قبل ما ندوزو لإكزامبل نمبر 3 أن أحيانا كيعطيونا هاد take already تيكون عندنا already كتعني ديجا. Okay, بالتالي كنديروها في الوسط راه لا ميم شوز نفس الشيء ولكن كنديرو already في الوسط. The train had already taken off. Now let's move on to number three. And number three is Neda always walk to school, but yesterday she take a taxi because she get up late. Okay, so let's see what happened to Neda. And let's see first if we have any keywords. So Neda, أشوقلها. Walks to school. فوقاش كتمشي للمدرسة على رجليها نادا. Walk هي كتمشي على رجليها. مارشي. She always walk. Okay. Do we have any keyword in this first part of the sentence? واش عندنا شي محدد ولا شي كلمة مفتاح اللي كتساعدنا على تحديد الزمن؟ أي نعم عندنا always. And this is an adverb of frequency. So when we have always, often, usually and so on. هنا كنعرفوا أن this is a habit. وبالتالي for habit we use a certain tense. شنو هو الطول اللي كنستعملو when we have a habit اللي هو simple present. Okay. أو بالتالي كنقولو ندى always walks. محمد always walks. Okay. And remember the verb walk in present is I walk, you walk, he, she, it walks. كنزيدو S, he, she, it. And we, you, they walk. ما كتغير إلا في he, she, and it. We add an S in here. Okay. So that's number one. That's verb number one. But yesterday she take a taxi. هنا هاد البارتي الثانية ديال الجملة. واش عندنا شي حاجة كتحدد لنا الزمن؟ Yes, we have yesterday, right? Yesterday. So, حيت تكون عندنا yesterday واحد الفعل اللي داز وكمل. We use simple past. Yes, simple past. So, yesterday she took a taxi. Took because this is an irregular verb, the verb to take, took, taken. So, took a taxi because she had got up late. Sorry, this is had, not that. Okay, she had got up late. علاش هنا درنا had got up late? Because we have two verbs in the past. شكون هما؟ She took a taxi and got up late. شكون اللي وقع الأول؟ اللي وقع الأول أنها اتفقت مع الطلاق. واللي وقع الثاني أنها she took